الحوار المباشر، جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من حلقات هذا الشهر من برنامج الحوار المباشر، حيث ما زلنا مستمرين هذا الشهر في سلسلتنا حلقاتنا سيرة الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام. وصلنا كما ذكرنا بالأمس إلى أحداث السنة 16 من البعثة، وهي الموافقة للعام 1897. وكنا قد تناولنا في الحلقة الماضية حدثين هامين من أحداث هذا العام، وهما آيتي آتم الذي مات في العام السابق وكتب حضرته كتاب عاقبة آثم في هذا العام، وبين فيه أحداث هذه الآية والتحققات العظيمة لها خلال مدة النبوءة التي امتدت ما يقارب الأربع سنوات، وكيف نال آثم العاقبة التي يستحقها نتيجة لتطاوله على النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أولاً، ثم لمحاولة كتمانه الحق بعد أن ارتعب من هول نبوءة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وعاش شهوراً يعاني من الرعب والهلع والوسواس نتيجة إيمانه الداخلي بفساد عقيدته وصدق الإسلام. وقد كانت هذه الآية العظيمة انتصاراً باهراً للإسلام، عقبة الانتصار الذي حققه حضرة ميرزا غلام أحمد في المناظرة التي سبقت هذه الآية والمنشور نصها في كتاب الحرب المقدسة. ثم بينا أن هذا العام شهد تحقق الآية الأخرى الباهرة، وهي مقتل ليك رام الهندوسي طبقا للأنباء، وكيف أن هذه الآية أذهلت الهندوس لأنها تحققت بجلاء ووضوح تام وفقا لما أنبأ به حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام طوال فترة النبوة. فكانوا منذ البداية يخشون أن يقتل، ومن أجل ذلك كانوا يحرسونه حراسة مشددة. ثم بعد أن قتل قالوا بأن تحقق الأنباء بهذه الطريقة لا يدل إلا على أن ميرزا غلام أحمد قد خطط ودبر للأمر، وثارت ثائرة الهندوس وأخذوا يتآمرون لقتل حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، وأعلنوا ذلك وبدأوا يعدون العدة، بل ويعلنون عن مكافآت مالية لمن يمكن أن يقوم بهذا العمل. ولكن حضرة ميرزا غلام أحمد
الإمام المهدي والمسيح الموعود لم تهتز له شعرة، وهذا بسبب ثقته ويقينه، بسبب هذه الثقة البالغة بوعد الله تعالى له بالعصمة من الناس وبأنهم لن يتمكنوا من قتله ولو كانت معهم قوى الأرض بأكملها، وكان قد أعلن ذلك مسبقا. الواقع أن أهمية هذه الأحداث تنبع من أنها آيات تأييد إلهي تدل على صدق حضرته، وعلى أن الله تعالى إله حي قادر وهو معه ومع هذا الدين الذي هو الإسلام العظيم، وأنه يريد أن يظهر تجلياته، تجليات وآياته، آياته القهرية وصفاته مع هذا المبعوث، لكي يعلم الناس أن الله حق ومبعوث حق ودين حق. يقول حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام تبيانا لهذا الأمر: إن أحباء الله وأولياءه يعرفون عند المصائب حين يعزم أحد على إيذائهم ويصر على ذلك، على تعذيبهم، ولا يتوقف عندها، ينزل الله عليه كصاعقة ويحيطه بغضبه كما يحيط الطوفان، ويظهر سريعا أنه معه. ويقول أيضا: الطريق الآخر لمعرفة الله عز وجل هو آياته المتجددة التي تظهر بواسطة الأنبياء والأولياء. فالسؤال الذي يطرح نفسه: أين هذه الآيات المتجددة في الأمة اليوم؟ تعالوا وشاهدوها عند غلمان محمد صلى الله عليه وسلم. طريق معرفة الله هو أن آيات المتجددة، هذا هو الدين الحي، الآيات والخوارق والمعجزات المتجددة التي تظهر بواسطة الأنبياء والأولياء. ويقول عن علامات أنبياء الله وأوليائه ومبعوثيه وصلحاء الأمة الحقيقيين: ومن تلك العلامات ما هي؟ أن الله عز وجل، أن الله تعالى يجري على لسانه بين حين وآخر كلام الفصيح والحلو المحتوي على عظمة وبركات إلهية وقوة كاملة على الغيب، ويكون مصحوبا بنور يبرهن على أنه أمر يقيني وليس ظنيا، ويرافقه لمعان، ويرافقه لمعان رباني، ويكون منزها من الشوائب. وفي معظم الأوقات وغالب الأحيان يكون هذا الكلام محتويا على نبوءات عظيمة ذات نطاق واسع وعالمي، وتكون عديمة النظير كيفا وكما، ولا يقدر أحد على الإتيان بنظيرها، وتكون مليئة بهيبة إلهية، ومن خلالها يتراءى وجه الله تعالى بسبب قوتها التامة. لا تكون نبوءاته مثل نبوءات المنجمين، بل تلاحظ فيها أمارات الحب والقبول الإلهي، وتكون زاخرة بالتأييدات والنصرة الربانية، وتكون بعض نبوءاته عن نفسه وبعضها عن أولاده وأصدقائه وبعضها عن أعدائه وغيرها عن الدنيا بشكل عام، ومنها ما تكون لأزواجه وذويه، تكشف عليه أمور لا تكشف على غيره، وتفتح في نبوءاته أبواب الغيب التي لا تفتح لغيره.
عندما يبعث الله سبحانه وتعالى وليه فيغلق كل باب إلا باب هذا الولي، فكيف بالحري الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام؟ لهذا حرمت الأمة من هذه البركات من لم إلا من التزم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكشف هذه الأمور، تكشف عليه أمور لا تكشف على غيره، وتفتح في نبوءاته أبواب الغيب التي لا تفتح لغيره، وينزل عليه كلام الله كما ينزل على أنبيائه ورسله الأطهار، ويكون كلاما يقينيا ومنزها عن الظنون، يعطى لسان شرفا إذ يجرى على كلامي عليه كلام عديم النظير، كيفا وكما لا يسع الدنيا مبارزته، وتهب عينه قوة على الكشوف فيرى أمورا أدق وأخفى. وفي كثير من الأحيان تعرض عليه كلمات مكتوبة، ويقابل الأموات مقابلة الأحياء، والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني. كثيرا ما تمثل أمام عينيه أشياء تبعد في الواقع مئات الأميال وكأنها تحت الأقدام. كذلك توهب أذنه قوة لسماع المغيبات، ففي كثير من الأحيان يسمع صوت الملائكة ويطمئن بسماعه في حالات الاضطراب. والأغرب من ذلك أن يتناهى إليه أحياناً صوت الجمادات والنباتات والحيوانات أيضاً. إن الفيلسوف الذي ينكر بكاء الجذع لا يدرك أحاسيس الأنبياء الباطنية. كذلك يعطى أنفه قوة شم شذى الغيب، فيقدر في معظم الأحيان على شم أمور مبشرة كما يحس رائحة كريهة لمكروه قادم، وعلى هذا المنوال يوهب قلبه قوة الفراسة، وتلقى في قلبه أمور كثيرة ويثبت صدقها. فهكذا يحرم الشيطان من التسلط عليه، لأنه لا يبقى للشيطان حظ في هذا الشخص، ولكونه ثانيا في الله تعالى إلى أقصى الدرجات يصبح لسانه لسان الله، يصبح لسانه لسان الله دائما، ويده يد الله. ففي هذه الحالة كل ما يجري على لسانه يكون من تلقاء نفسه، لا يكون من تلقاء نفسه بل من عند الله تعالى، وإن لم يتلقى الإلهام بشكل خاص، لأن كيان النفس يكون قد احترق كليا ويطرأ الموت على كيانه السفلي، ثم يوهب حياة جديدة تنعكس فيها الأنوار الإلهية في كل حين وآن. كذلك يوهب جبينه نورا لا يعطاه أحد إلا عشاق الله، وببعض المناسبات الخاصة يلمع هذا النور لدرجة يشعر به الكافر أيضا، وخاصة حين يؤذى هؤلاء الناس ويتوجهون إلى الله تعالى من أجل نصرته سبحانه وتعالى، فإن وقت الإقبال على الله يكون وقتا خاصا لهم، فيتجلى نور الله في جبينهم. كذلك توضع البركة في أيديهم وأقدامهم، بل في جسدهم كله، فالثوب الذي يلبسونه يصبح مباركا، وإن لمسوا شخص بيدهم تسبب في زوال أمراضه الروحانية والجسدية في كثير من الأحيان. كذلك يبارك الله عز وجل في أماكن إقامتهم، فيصان ذلك المكان من البلايا، وتحميه الملائكة، وتوضع البركة والخصوصية في مدينتهم وفي قريتهم، ويبارك في التراب الذي تطأه أقدامهم. كذلك تتخذ كافة أمانيهم صبغة النبوءة في معظم الأحيان، أي حين تنشأ في أنفسهم رغبة عارمة في أكل شيء أو شربه أو ارتدائه أو رؤيته، تتخذ الأمنية نفسها صبغة النبوءة. وحين تتولد في قلوبهم رغبة شديدة في شيء قبل الأوان
يتهيأ لهم ما رغبوا فيه. هذه هي صفات المقربين، هذه هي صفات العارفين، هذه هي صفات الأولياء. يا أيها الناس، إن أردتم أن تعصموا من فتنة الدجال فتعالوا إلى من أرسله الله سبحانه وتعالى للقضاء على الدجال وليجمع المسلمين على راية محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجمع الناس، كل الناس، لأن مواساتنا لجميع خلق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا درس هام جدا: الخلق، كل الخلق، كل البشر، أبيض، أسمر، أصفر، كل الخلق، الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله، أنفعهم لعياله. هذا ما يجب أن يستحوذ علينا حب البشرية، لكن لا يمكن أن نقدم هذه المواساة وهذا الحب إلا إذا كنا عارفين بالله، ربطنا أنفسنا مع مبعوث السماء حتى نحظى بهذه البركات وهذه الفيوض وهذه التجليات وهذه الآيات وهذه المعجزات. بارك الله لكم. طبعا أحيي الأستاذ تميم أبو دقة والأستاذ محمد أحمد نعيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكم جميعا ضيوفي الأكارم في كل مكان. هذا برنامجكم، يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم إما عبر الهاتف أو المشاركة الحية عبر موقعنا islamahmadiyya.net أو عبر صفحتنا في الفيسبوك الحوار المباشر أو صفحتي الشخصية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. بعد أن حدثت هذه الآية وهي مقتل لإكرام أستاذ تميم بكل جلاء وفقا للأنباء المتعددة، وبعد أن رأينا أن الهندوس اتهموا حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام بتدبير عملية الاغتيال نظرا إلى دقة الأنباء، يعني ماذا تحدث حصل تماما، صحيح، فماذا أجابهم حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام وكيف رد عليهم؟ نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل، فهذه الآية كما تفضلتم وذكرتم كانت علامة على أن الله تبارك وتعالى مع هذا المبعوث، مع هذا الذي أرسله لإظهار أن الله تبارك وتعالى حي، وأنه مع هذا الدين ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الخادم إنما جاء ليقول بأن زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مستمرا، وأن القوة القدسية للنبي صلى الله عليه وسلم ما زالت تعمل، وأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهلاك أعدائه أمام عينيه ما زالت أيضا تعمل. وهذا ما حدث مع الإكرام الهندوسي هذا كما ذكرنا، حيث أنه قد قتل تماما في الموعد الذي ضربه حضرته بالأسلوب الذي بينه، وهو أنه سيقتل بخنجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا كيف أن الله تبارك وتعالى قد سلط عليه أحد الهندوس الذي أصبح يثق به وكان يجلسه في حجرته، ولكن هذا الشخص طعنه الطعنة الأولى ثم الطعنة الثانية، وكيف أنه تعذب وفعلا رأى ما كان قد وعد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وفقا للوحي الإلهي، حيث قال الله: عجل جسد له خوار، له نصب وعذاب، حيث أن صوت خواره، هذا طبعا إضافة إلى المعاني الأخرى للخوار، لأنه أصلا كل الكلام الذي كان يقوله هو ليس أكثر من خوار الكلام الذي كان يهاجم به الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يصدر منه هذا الصوت لدى مقتله، حيث تعذب قبل أن يموت وأخذ إلى المستشفى ولم يفقد الوعي بعد هذه الطعنات، وخيطت جراحه للمرة الأولى ثم تمزقت وتفتقت الغرز، وأيضا خيط مرة أخرى وعانى وقاسى، وحتى عانى نفسيا كما ذكرنا.
أنس عندما نقل إلى المستشفى لم يكن دكتور موجودا فظل يتعذب في انتظاره. ظل يتعذب في انتظار الطبيب أولا ثم كان هنالك طبيب متدرب وهو ميرزا يعقوب بيك والناس ينادونه ويقولون ميرزا، فأخذ يرتعب كلما سمع كلمة ميرزا ويقول أن الميرزا يلاحقني إلى هنا في المستشفى. المهم وأن يحدث ذلك في يوم العيد، في اليوم الثاني ليوم العيد، كما أنبأ المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ستعرف يوم العيد والعيد أقرب. وكل هذه الأمور جعلتهم يقولون إن كل شيء عبارة عن مخطط ومدبر بشكل دقيق ولا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان من تدبير الميرزا، من تدبير المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وسمعنا وعرفنا بالأمس أنهم أثاروا الدنيا وأقعدوها وقاموا بعقد الاجتماعات وأخذوا يتآمرون لقتل حضرته ويرسلون له التهديدات، بل إن الجرائد نقلت هذه التهديدات التي ذكروها، حيث قالوا بأن الإكرام قتل في عيد الفطر والميرزا سيقتل في عيد الأضحى. المهم أن هذا الكلام كله لم يحرك شعرة في المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، لأنه كان واثقا أن الله تبارك وتعالى معه وأنه لا يمكن أن يخذله وسيخزي أعداءه وسيهزمهم حتى لو اجتمعت قوى الأرض بكاملها لكي تهاجمه. فكل هذه التهديدات لم تجعله يفعل أي شيء، وإنما بين لهم بأنه في الواقع بأن كل ما في أذهانهم إنما هو عبارة عن أوهام وعبارة عن أمور فارغة وليست بصحيحة وتهم باطلة. فقال واصفا لحالته، قال: إن حالة قلبنا الآن لعجيبة، فهنالك ألم وفرحة أيضا في الوقت نفسه. هذا كما يقال في أيامنا هذه إن مشاعرنا مختلطة، بمعنى يشعر الإنسان بالفرح إلى جانب الألم. فإنني أتألم لأن الإكرام لو تاب وكف عن الشتائم والبذاءة على أقل تقدير، فإنني أقسم بالله أني كنت سأدعو الله سبحانه وتعالى وآمل أني لو دعوت له لعاش حتى لو كان قد مزق إربا إربا. فالإله الذي أعرفه لا يستحيل عليه أي أمر، وأنا أفرح فقط لأن النبوءة تحققت بمنتهى الجلاء. يعني يقول: إنني كنت كل ما أطمح له وكنت كل ما أتأمل أن يتوب، لأن النبوءة هي فيها تهديد إذا استمر وإذا لم يتوب، ولكنه استمر ولم يتب، فحق أن تتحقق النبوءة بقتله في الموعد. وللأسف وطبعا زاد بذاءة وفحشا وإطالة لسان. فالمهم أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول: هذه حالة قلبي والله تبارك وتعالى هو الشاهد، إنني لا أفرح بقتل أحد، بل كنت سأفرح بتوبته أكثر، ولكنني أيضا في النهاية أفرح لأن الله تبارك وتعالى قد حقق هذه النبوءة. ثم قال يعني، وهذا خاطب به قليلي العقل الذين يظنون أنه يمكن أن يرسل أحدا لقتله، يعني فقال: إنني أسأل صاحب الجريدة الذي ذكر هذا الأمر، يعني كان عندكم أولياء مثل رام شندر وراجا كريشن، يعني الذين هم أصبحوا آلهة عند الهندوس، هم بشر وكانوا آلهة لكنهم يعرفون أن لهم سيرة بشرية، فهل يمكن أن تزعموا في حقهم أنهم تنبؤوا بأمر ثم دبروا لتحقيقه للمحافظة على شرفهم بحيث تملقوا أحد المريدين أن يسعى لتحقيقها، ومع ذلك كانوا يعدونه من الصلحاء؟ يعني لو كان هنالك إنسان يقول: أنا مبعوث وأنا نبي أو أنا ولي وأن الله تبارك وتعالى كلفني، هل يمكن أن يأتي هذا الولي إلى مريديه إلى أتباعه ويقول: يا جماعة تعالوا، يعني كرئيس العصابة، ويقول: أنا تنبأت ولكن لا مجال لتحقيق هذه النبوءة، فساعدوني وحققوا هذه النبوءة. فيقول: لا شك أن من المحتمل أن يجتمع بعض الوقحين من قطاع الطرق مع قاطع طريق وقح ويقوموا بهذه التصرفات، يعني هذا فعلا هذا شغل العصابات، لكن أعمال الوقاحة هذه لا تلائم طباع جماعة مريدي، وخاصة إذا كنت قد أعلنت بكل قوة بأنني أنا المسيح الموعود والإمام المهدي، فكل مريد يريد أن يشاهد أسمى نموذج للورع والتقوى في صاحب هذه الدعوة العظيمة، فكيف يمكن أن تكون دعواه بأنه عيسى العصر ثم يسعى لتحقيق نبوءاته الكاذبة بحيث يتسول مريديه قائلا: لقد أذنبت فأرجو أن تسعوا جاهدين لتحقيق نبوءتي.
حتى لو تعرضتم للهلاك، فهل يمكن أن يملك هذا الميت جماعة من الأطهار؟ يعني يقول أنتم تعرفون هذه الجماعة، هذه الجماعة جمعت خيرة المسلمين في الهند في ذلك الوقت، والكل كان يعرف هذا الأمر، فهل يمكن أن يكون هؤلاء أن يجتمعوا حول حضرته ويوافقوا على تصرف بهذه الطريقة؟ فكاتب أيضا أصلا لا يستسيغ الأقل أن يكون يعني العلاقة بين الشيخ والمريد يكون حساسة جدا. نعم. إذا يطلب منه يعني هذه العلاقة مؤسسة على علاقته بالله تعالى وبرعه وتقواه، إذا طلب منهم مثل هذه النبوات يعني اغتالوا كذا وكذا وحققوا نبواتي، ففورا يكشف أمره وسوف يفضحونه عند الشرطة أن هذا شيخنا. نعم. فأكلا لا يستسيغ الأكل هذا. وهذا أيضا كيف الواقع أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والإسلام، يعني هذه فعلا في مبادئ الإسلام، يعد من فعل ذلك مجرما. يعني إذا كان إذا مثلا إذا تنبأ نبي أو تنبأ المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بقتل شخص وهو قتله بيده، فهذا يعني أنه ارتكب إثما وسوف ينفض عنه المريديه يعني هذا ببساطة بكل يعني بدهش ذكاء خارق يعني صحيح صحيح. وأيضا القصد يعني اجتمعوا حوله من أجل الأخلاق ومكارم الأخلاق، فكيف يتصرف تصرف يعني غير ذلك؟ وذلك وفي كل مجتمع بفضل نعم الله تعالى نعم الأحمديون يشار لهم بالبنان، هناك صحيح ضعف وتقصيرات نعم بالأمور البشرية، مع ذلك في كل مكان ويشهد كل الناس القاصي والداني على أن أخلاق الأحمديين بفضل الله تعالى من أفضل أخلاق الناس في كل مكان. هذه شهادة نشهدها نحن، صحيح نسمعها من الناس يوميا. صحيح هذا الكلام. هذه الشهادة كما يقال هذه الدعاية السامة أنه أرسل لإغتيال الإكرام، هلا أكسي هذا حدث مرارا عشرات الأمثلة في تاريخ الأحمدية أن هؤلاء الذين مرتزقة أرسلوا من قبل هؤلاء المشايخ والقساوسة لقتل حضرته، ووصلوا إلى حضرته مختفين يعني مخفين الأسلحة عندهم، لكن عندما جلسوا في مجلسه واستمعوا إلى كلامه غيروا موقفهم وصرحوا أننا جئنا لقتلك والآن نرجو اللفظة. يعني القصد أن هذا العمل وفقا لعقيدة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن يقتل أحد بسبب الخلاف الديني، هذا خلاف الشريعة الإسلامية، هذا عمل إثم. يعني الإكرام لو كان بإمكان أحد من جماعة المسيح الموعود أن يقتله لنهاه عن ذلك، لأنه قال لا يحق لنا فنحن نصبح آثمين. يقول تخيل المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام تبيانا لهذا الأمر، يعني أين ضميركم الطاهر أيها الآريون، وأين لباقتكم الفطرية يا عقلاء الآريين؟ فمن مبادئنا يعني انظر أنه يجب مواساة البشر كلهم، يجب مواساة البشر كلهم. إذا كان شخص يرى أن الحريق قد اندلع في بيت جاره الهندوسي ولا يندفع ليساعده في إخماده، فإنني أقول صدقا وحقا إنه ليس مني. إذا كان أحد مريدين يرى أن أحدا يقتل مسيحيا ولا يتقدم لإنقاذه، فأنا أقول لكم بصدق وسداد أنه ليس منا. فالإسلام ليس مسؤولا عن أنذال هذه الأمة الذين يقومون بهذه الأفعال، إذ منهم من يقدم على قتل الأولاد طمعا في ربية واحدة، فمعظم هذه العمليات تحدث بدافع الأهواء النفسانية. أما أبناء جماعة الذين يجتمعون عندي لتعلم الصلاح والتقوى بصفة خاصة فلا يأتونني ليتعلموا مني أعمال قطاع الطرق ويبيدوا إيمانهم، إنني أقول حلفا وصدقا إنني لا أناصب أحدا العداء، وإنما أحب إصلاح معتقداتهم قدر الإمكان، وإذا سبنا أحد فإنما نشكو إلى الله تعالى لا إلى محكمة أخرى. وماذا يقول؟ رب ارحم على الذين يلعنون علي، يدعو لمن يلعنون عليه، رب ارحم على الذين يلعنون علي واحفظ من تبك قوما يقطعون يدي، وأدخل هداك في جذر قلوبهم، واعف عن خطياتهم وذنوبهم، واغفر لهم وعافهم ووادعهم وصافهم، وأعطيهم عيونا يبصرون بها وآذانا
يسمعون بها وقلوبا يفقهون بها وأنوارا يعرفون بها، وارحم عليهم واعف عما يقولون. وبعد ذلك، بعد أن قدم هذا الكلام الجميل وبين بأنه لا يمكن أن يقدم على عمل كهذا ولا يمكن أن يقدم أحد من جماعته على عمل كهذا، يقول: إذا كان أحد لا يزول شكه حتى الآن ويعدني شريكا في مؤامرة القتل كما صرحت جرائد الهندوس، فأنا أقدم اقتراحا طيبا، وهو أن القضية هذه ستنحسم بأن يأتي من شاء ويحلف أمامي بالكلمات التالية ويقول: إني على يقين بأن هذا الرجل، أي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، شريك في مؤامرة القتل، أو قد حصل القتل بأمر منه، وإن كنت على خطأ في ذلك فأنزل علي أيها الإله القادر خلال سنة عذابا ذا هيبة، بشرط ألا يكون بأيدي البشر ولا يتصور فيه تدخل المكايد البشرية. لاحظ هنا، يعني قال: أنتم اتهمتموني بأنني قتلت، والآن إذا أتيت وحلفت فأنا أضمن لكم أن المصيبة ستصيبكم ليست بيد إنسان أيضا، يعني وإذا أصبتم بيد إنسان فهذا الكلام لا يعتبر تحقيقا لها. فإذا سلم هذا الرجل لمدة سنة من دعائي عليه فأنا مجرم وأستحق عقوبة القتل، يعني ما صار له شيء. بالضبط. الآن إذا كان هنالك أي أحد يمكن أن يتقدم فليتقدم. يعني بالله عليكم يا إخوان، واحد لا ليس واثق 100% على حق اليقين من صدقه وأن الله سبحانه وتعالى معه، يستطيع يمكن أن يفكر أن يحرج نفسه؟ بالله عليكم، يعني ذرة من التقوى، من يجرؤ أن يتحدى هذا التحدي لو لم يكن على حق اليقين أن الله ناصره ومؤيده؟ صحيح. يعني هذا أضاف آية أخرى وعلى آية الإكرام، يعني الإكرام قتل وفقا للنبأ، والآن قال: من أراد أن يكون تحقيقا لهذا النبأ اللاحق فليأتي. نعم. وهل استجاب يا أستاذ نعيم أحد لهذا التحدي الباهر؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، عندما صدر هذا الإعلان من سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تعالى وآتاه حق اليقين بتحقيق نبوءاته الكثيرة وحققها، وقد شهد على تحقق هذه النبوءات الكثيرة الكثيرون من الأتباع والأغيار من المسلمين وغيرهم، عندما سمعوا صدور هذا التحدي فزع الجميع، ولم يتجرأ أي شجاع من الآريين أن يتقدم لهذا الحلف، لأنه كان يرى أن الذي كل من يبارزه هو يدعو هلاكه، فلم يتجرأ أحد غير أن شخصا يدعى غانغا بيشن أبدى استعداده لهذا الحلف ونشر هذا الإعلان في جريدة بنجاب سماشار في 3 أبريل سنة 1897، وكتب أنه مستعد لتقديم أو لتقدم أو لإعلان هذا الحلف، لكن هناك شروط 3. اشترط على سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنه بحالة تحقق هذا الحلف، يعني إذا تحقق أن حضرته هو الكاذب والعياذ بالله عدم تحقق هذه النبوة، يجب أن يشنق حضرته، يجب أن يشنق حضرته. وثانيا، يجب أن يودع مبلغ 10,000 روبية في البنك الحكومي لكي يناله إذا سلم من تأثير الدعاء عليه. وثالثا، يجب أن يعطى ضمانا بأنه إذا جاء إلى قاديان لتقديم هذا الحلف فلن يقتل كما قتل الإكرام. كانوا يعرفون أنه كل من بارز وكل من عاد هذا المبعوث من الله تعالى لا يكون عاقبته محمودة، فكانوا يقدمون مثل هذه الاقتراحات والشروط الواهية المتعذرة في ظاهر الأمر. لكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي كانت عنده ثقة مطلقة بصدقه وبأن الله تعالى هو قد أرسله، كان يقبل كل هذه الشروط. فقبل هذه المرة أيضا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذه الشروط 3 لغانغا بيشن، وكتب: أنا جاهز ليس مرة واحدة بل 1,000 مرة بأن يشنك الكاذب
وأستطيع أن أقر في محكمة حكومية عن أشنك إذا تحقق كوني مجرما بحسب الحكم السماوي. وقال: أنا أعلم جيدا أن الله تعالى هو حكم ذلك بنفسه لإظهار صدق الإسلام نتيجة تحقيق نبوآتي. فلا يمكن قط أن أشنك أو يحصل أي عدو على مليم واحد مني على عدم تحقق نبوآتي. فلله الذي لا يسكت ورقة إلا بإذنه سوف يري هذه المناسبة آية تعنو لها الأعناق. عندما نشر هذا الإعلان حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، خاف هذا الرجل ولجأ إلى الأعذار وقال لالا جنجابيشن، وكتب أنه لا يقبل مدة سنة كاملة هذا الميعاد، بل يريد أن ينخسف فورا في الأرض، أو يجب أن يخبر عن الشهر والساعة متى حتما ومتى بالضبط سوف يتحقق هذا الهلاك أو هذا الدمار له. فكتب حضرته: أنني لا أستطيع أن أقبل هذا الشرط، لأنني أنا مأمور من الله تعالى، فكل ما أنشر النبوات فإنما بأمر من الله تعالى فبإيماء من الله تعالى، لذا عندما نشرته فهذا لا أستطيع الآن أن أتحقق. فقال: أم لا أقبل مدة سنة، بل لابد أن، يعني كتب هذا الرجل، فكتب حضرته: إن هذا يتنافى مع إقرارك السابق الذي أقررت به في جريدة سمچار عدد 3497. وبالإضافة إلى ذلك قال: أنا مأمور من الله تعالى، لا أستطيع أن أزيد أو أنقص على نبوتي، غير أنه إذا شرح الله تعالى الأمر أكثر فسوف أنشر ذلك في غضون آمين، ولكنني لا أتعهد بذلك. فإن كنت ثابتا على شجاعتك السابقة فاقبل شرط عام واحدا، وأقر أنا أيضا أن الآية ستعد آية إن لم يكن موتك بمقيدة بشر، وأن لا يشك أحد في القتل قد حدث من عدو خبيث، يعني يكون هذا القتل وهذا الموت وهذا الهلاك بأسلوب خارق للعادة، حيث لن يشك أحد أن أحدا قتل هذا الذي أقدم على الحلف. لالا جنجابيشن عندما لاحظ ذلك وكان يرى موته أمامه أضاف الشرط هذه المرة، ظن منه بأن حضرته عليه الصلاة والسلام سوف يتخلى عن هذه الشروط وعن دعواه، فقال: في حالة إعدام حضرته في سورة الكذب ينبغي أن يسلم جسمانه له لكي يفعل به ما يريد من الحرق أو الإلقاء في النهر، فوافق حضرته على ذلك أيضا، يعني إذا لم يتحقق نبوته فسوف يسلم جسمانه إلى جنجابيشن يفعل به ما يريد بعد موته، يمكن أن يمزقه، يمكن أن يحرقه، يمكن أن يلقيه في النهر، فوافق. لكن أضاف من عنده أيضا أنه من العدل أيضا أن تسلم جثتك أنت أيضا لي، لكن أنا أضيف وأقول إنني لن أحرق جثتك ولن أرميه في البحر، فإنما سوف أحنته وأدعه في مكان عام أو في متحف لاهور لتكون عبرة للذين هم يعادون الحق والذين هم يشكون في نبوات المبعوث من الله تعالى. لكن هذا جنجابيشن الذي كان يرى أن هذه النبوات لابد أن تتحقق، لأن هذه الثقة المطلقة لا يمكن إلا من مبعوث من الله تعالى، فهو قال: أنا لا أوافق إلا أن أسلم جثتي لك، وبعد ذلك لازم أسلمت، وهكذا انتهى هذا. جزاكم الله أحسن الجزاء. وتسارعت الأحداث وتقدم الشيخ محمد حسين البطالوي كعادته للوقوف في صف أعداء الإسلام نكاية. الغريب، ولا قدم شيء يخدم الإسلام، لا نكاية، بوقف مع الأعداء، مالك وماله، إيش مقدم أنت للإسلام؟ وتبع ذلك بعض الأحداث الأخرى. هلأ أطلعتمونا يا أستاذ تميم على بارك الله فيكم. فعلا للأسف هذه سيرة محمد حسين البطالوي هي سيرة المشايخ
التي كانت ولا زالت. هؤلاء المشايخ الذين يدفعهم الحقد والغل والكراهية لكي يحاربوا هذا المبعوث ويقفوا في صف أعدائه. طبعا ذكرنا في الماضي وسيتبين في المستقبل أيضا حتى في المستقبل القريب كيف أن هذا الشيخ أصبح ذيلا لأعداء الإسلام ومستعدا دائما لكي يمد يد المساعدة لهم، وهذا فقط من باب النكاية. لو كان لديه نوع من الغيرة على الإسلام لما قام بهذه الأعمال. فهذا الإكرام ما هي قصته أصلا؟ الإكرام إنسان لعين شاتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج لمواجهة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عندما أصدر المسيح الموعود كتاب البراهين الأحمدية الذي قرضه البطالوي بنفسه وقال عنه هذا أفضل كتاب صدر وأفضل كتاب بعد القرآن الكريم، وأن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل ولكننا لا نعرف أحدا في تقواه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن. ربنا سبحانه وتعالى يشهد. نعم. على ميرزا غلام أحمد عليه السلام. نعم. وبعد ذلك أصبح أكبر أعداؤه. وقال إنني أكثر الناس معرفة به. لا مش بس هيك، بحرض القصص في ذلك الوقت اللي إن كانوا. نعم. يعني اللي تحققت فيهن صفة الدجال بشكل واضح وصريح صار يحرضهن. نعم. على المسيح الموعود. نعم. وكما سنرى زي مشايخ اليوم الكفر ملة واحدة. وكما يعني سنرى أنه ذهب أيضا ليشهد شهادات زور في المحاكم من أجل أن يوقع بالمسيح الموعود. وهنا تخيلوا ماذا فعل لصفاقته. كتب مقالا يقول القاتل الإلهامي في مجلته إشاعة السنة، يعني القاتل يعني يشير فيه إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويقول عنه القاتل الإلهامي، يعني الذي يفتري وحيا أو إلهاما ثم يقتل بناء على هذا الإلهام. وزعم هذا البطالوي أنه مستعد للحلف على أن حضرته كان شريكا في مؤامرة قتل الإكرام، ولكنه يخاف من هذا الميعاد الذي هو ميعاد سنة، لأنه إذا مات خلال هذا الميعاد أو أصابه عذاب آخر فإن هذا سيحسب لمصلحة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. كنا قد ذكرنا سابقا أن المسيح الموعود قال من أراد أن يأتي ويشهد ويحلف بأنني شريك في مؤامرة القتل فليأتي. فهذا البطالوي قال إنه مستعد للحلف ولكنه يخشى من موضوع ميعاد السنة فقط. طبعا هذا الشرط كان معارضا للسنة، لأنه حسب السنة عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة من وفد نجران قال أو ذكر العام، لأنه خلال العام لا تعرف، يعني الله تبارك وتعالى حدد هذا العام لكي يكون وقتا كاملا وكافيا لتحقيق الآية أو للرجوع أو للتوبة. فالمهم أنه تحديد من الله تبارك وتعالى وهو ثابت بالحديث الشريف. فقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد ينزل عليه العذاب خلال فترة السنة، ربما في فترة قريبة يعني خلال أسابيع أو بضعة أيام، ولكن الميعاد هو السنة وفقا للحديث، ولا أستطيع أن أغير ذلك. لكن إعراض البطالوي عن الحلف والقول أو يعني الادعاء بأن مهلة السنة التحجج بها هي التي تحول بينه وبين الحلف، هذا يدل على أنه كاذب وأنه يخشى من عاقبة هذا الحلف. فهذا الرد الذي قدمه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام جعل البطالوي يفر من الميدان كما فر ذلك الشخص الذي ذكره الأستاذ نعيم وهو جنجا بشن. تبع ذلك كما قلنا بسبب هذه الثورة التي ثارت في البلاد وتحريض الجميع والهندوس وأيضا وقوف البطالوي وغير البطالوي خلف الهندوس في هذه المعمعة، تحركت الحكومة وأرادوا أن يقوموا ببعض الإجراءات للتحقق من مدى تورط المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في مؤامرة قتل الإكرام. فصدرت مذكرة تفتيش لحضرته لتفتيش بيت حضرته في 8/4/1897، و كان في ذلك الوقت حضرته جالسا يقرأ كتابه وهو كان كتاب السراج المنير الذي يعده، وذكر فيه قتل الإكرام،
أثناء ذلك ذكر، يعني لاحظوا حدثت آية عجيبة جدا، يعني سبحان الله، وكأن أمر الاعتقال هذا كان استجابة لرغبة من حضرته بصورة غير مباشرة. كيف؟ هو عندما كتب، يعني كان يكتب ويقرأ مسودات هذا الكتاب وهو السراج المنير، قال بأنه تعرض للابتلاء كما تعرض المسيح عليه السلام للابتلاء على يد اليهود عند حادثة الصلب، ولكنه خطر بباله أن اليهود آذوا المسيح عليه السلام أيضا من خلال اللجوء إلى الحكومة، ولكن هذا الأمر لم يحدث معي. فأثناء ذلك سبحان الله، وإذا بالخبر يأتي بأن مفتش الشرطة قد جاء من بطالة ويريد أن يفتش بيت حضرته، وكان حمو المسيح الموعود وهو أحد صحابته وهو مير ناصر نواب كان يجلس عنده وكان يعرف مجيء الشرطة، فجاء إلى حضرته وقال له فزعا إن الشرطة ستأتي لاعتقاله، لم يكن يعرف بأنها قد جاءت للتفتيش، يعني عرف بأن الشرطة قادمة، فجاء لحضرته وقال لعلها ستأتي لاعتقالك، فعندها لم تهتز لحضرته شعرة، وإنما قال لمير صاحب مرة أخرى اليقين يجب أن يعرف الناس، انظروا اليقين، يعني واحد شخص جاءت عنده يرتعش ويرتعد، لكن انظروا الثقة، ثقة ثقته بالله عز وجل. صحيح، إنه رجل الله، أين رجل الله أيها الناس؟ أشيروا اليوم، هل عندكم هناك رجال الله؟ صحيح، أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى الذي أحدث معجزات في الماضي يحدثها الآن، الله الذي أظهر الخوارق في الماضي يظهرها الآن، غير الجماعة الإسلامية الأحمدية، لأنها تنعم ببركة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فالخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وهو سيدنا الإمام المهدي حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، ومن بعده الخلفاء الأبرار، إنهم رجال الله. صحيح، فسبحان الله عندما سمع بهذا الخبر لم تهتز له شعره، وقال لمير هذا يعني صاحبه مبتسما إن أهل الدنيا يلبسون في أفراحهم أساور الذهب والفضة، وإذا اعتقلنا أي وضعت القيود في أيدينا، فإذا اعتقلنا فإننا سنعتبر أنفسنا كأننا لبسنا هذه الأساور، لأننا الأساور من الحديد في سبيل الله، وهذا من دواعي فرحنا أننا نؤذى في سبيل الله، لأن اختيار الله تبارك وتعالى لنا لنكون محل الابتلاء ولنكون المدافعين عن الدين هو في الواقع فرح لنا، فهذا الأمر لا يضرنا بحال، ولكنه بعد لحظة ربما يكون قد جاءه الوحي الإلهي في لحظتها، فقال بكل جلال لكن هذا لن يحدث، لن يستطيع أن يفعل ذلك مع أسد الله، يعني هنالك رواية أنه قال هكذا، يعني أنه هو أسد الله فلا يمكن أن يفعل ذلك معه. وبالفعل هذا في قضية أخرى، حيث كانت قضية خطيرة جدا، وكانت الأوضاع والتسلسلات للقضية خطيرة، وكان العريون قد عزموا عقد العزم على أن يعتقلوه ويسجوه ويلقوا عليه الغرامة الباهظة، فكان حضرته مريضا أيضا، فجالسا مستلقيا السرير وكان أصحابه معه، فجاء محاميه وقال له يا سيدي هذا المحامي هذا القاضي هو الشرير، وهو أبدى رغبته وعزمه على أنه لابد بحد في كل حال سوف يعتقل حضرته، فكان مستلقيا فنهض وجلس وبكل هيبة قال يعني هل يمكن أن يمسك بأسد الله تعالى؟ فليس هذا فقط، مستحيل، كيف تغيرت الأوضاع وألقي هذا الرجل القاضي الذي كان يريد أن يعتقله هو غير ونقل إلى مكان آخر، فالقاضي الذي جاء مكانه هو احترمه وأكرمه. هذه طبعا في قضية نعم كرم دين. على كل حال إنه قال هكذا بكل جلال وبيّن بأن هذا لن يحدث، لأن الله تبارك وتعالى أخبره بقوة بأنني لن أسمح لهم بذلك.
المهم أنهم جاءوا فتبين أن الأمر هو بتفتيش البيت، عسى أن يعثروا على دليل يمكن أن يدان به حضرته، أو أن يعثروا على القاتل، أو أن يعثروا على أي شيء. فأخذوا يفتشون، قالوا طبعا نريد أن نفتش، قال تفضلوا، وأخذ يسير مع ضباط الشرطة. فشاء الله تبارك وتعالى أن يفتحوا أول حقيبة ليكون فيها رسائل الكرام التي يطلب فيها من المسيح الموعود بكل شدة أن تظهر آية فيه، وأنه لا يخاف من هذا الأمر طبعا بسبب حمقه وغبائه. فكانت هذه الرسائل أول شيء عثر عليه، وفتحت الأبواب وفي البيت وفتحت الحقائب، وبحثوا كثيرا ومطولا، وكان حضرته طبعا واقفا بوجه الوضاء يعني لا يظهر عليه مطمئنا، بل كان يخوضهم ليريهم تفضلوا حتى تطمئنوا. سبحان الله. وأخذ يسير معهم من غرفة إلى غرفة ومن حجرة إلى حجرة، لكن سبحان الله وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعنف بصورة ما هؤلاء، فإذا بالضابط المسؤول وهو يهم بالدخول إلى إحدى الغرف يرتطم رأسه بحلق الباب ارتطاما قويا، فيجلس آخذا برأسه، ولكن حضرته أبدى مواساته له، وعرض عليه أن يعطيه كأس حليب أو شيء آخر، ولكنه قال لا بأس، ولكنه في الواقع قد أصيب بضربة قوية في رأسه. وانتهت عملية التفتيش، ولكن لم يعثر على أي شيء يمكن أن يدين حضرته. والله تبارك وتعالى يعني أراد أن يبين من خلال هذه العملية أنه لا يمكن أن يمس حضرته، وأنه أيضا على ثقة قوية بالله تبارك وتعالى، وأن وعود الله تبارك وتعالى معه لابد أن تتحقق حتما. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. تبع ذلك تأليف حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام لكتابين، وهما السراج المنير واستفتاء بالأردية، هناك الاستفتاء باللغة العربية، وهناك كتاب آخر استفتاء بالأردية. ماذا كان مضمون هذين الكتابين الأستاذ نعيم؟ أهلا وسهلا. نعم، في هذه الفترة كتب حضرته كتيبين، أولهما السراج المنير، نشره في مايو سنة 1897. وفي هذا الكتاب تناول أول مرة هذه الآيات التي ظهرت على صدقه، والنبوات التي كان نشرها قبل تحققها بزمن، فالله تعالى حققها كما كان حضرته قد نشرها فبنفس التفاصيل. فهذا أول كتاب السراج المنير. بعد ذلك ذكر مثل هذه النبوات في الكتب الأخرى مثل نزول المسيح وترياك القلوب وحقيقة الوحي، لكن هذا أول كتاب سجل فيه 37 نبوعة صدرت قبل قتل الإكرام. واستشهد على ذلك أنه إذا كانت هذه النبوات قد نشرتها قبل زمن طويل وهي تحققت كما قلت ونشرته، فلما لا تؤمنون بهذا بالنبوة الإكرام أيضا؟ كان الله تعالى نفسه أعطاني ونشرت بتعييد من الله، وهو الذي حقق هذه النبوة أيضا. فكتاب السراج المنير ضمنه 37 نبوة عظيمة لحضرته، منها وفاة دليب سينغ، ومنها وفاة المؤسس الديانة الآرية ديانند، ومنها مثلا هذه النبوات الكثيرة موجودة. تناولنا في الشهر الماضي الكتاب العظيم محاضرته في مؤتمر الأديان فلسفة تعاليم الإسلام، كيف هو قبل الوقت نشر أن مقاله سوف يفوق، وهو هذا ما حصل. فمثل هذه النبوات ضمنها، وكتب بالتفصيل خاصة النبوتين عن آثم وليكرام. وفي نهاية هذا الكتاب سجل المراسلة بينه وبين الصوفي العظيم والشيخ العظيم المعروف بغلام فريد چاچران شريف من سند، وكان له آلاف المريدين. فحضرته أيضا راسله، فهو رد على حضرته وأبدى التعظيم والتبجيل. فحضرته سجل هذه المراسلات
كتب باللغة العربية أيضا والفارسية أيضا، وفي نهاية هذا الكتاب سجل هذه المراسلة وسجل القصيدة الطويلة باسم المثنوي. دمنا في هذه القصيدة الطويلة أخلاق وفضائل لهذا الصوفي الجليل غلام فريد من جاجران شريف، وأريد أن أكتب أقرأ هذا الرسالة القصيرة الأولى من حضرة غلام فريد. يقول: الحمد لله رب الأرباب، والصلاة على رسوله الشفيع بيوم الحساب، وعلى آله والأصحاب، والسلام عليكم وعلى من اجتهد وأصاب. أما بعد، قد راسلت أرسلت إلي الكتاب وبه دعوت إلى المباهلة وطالبت بالجواب. كان المسيح موعود عليه الصلاة والسلام قد أرسل نداء المباهلة إلى الشيوخ وأصحاب الزوايا، ومن ضمن هؤلاء هذا الصوفي الجليل أيضا، فهو رد على ذلك ويقول: فإني وإن كنت عديم الفرصة ولكن رأيت جزءه من حسن الخطاب وسوق العتاب، فاعلم يا أعز الأحباب إني من بدو حالك واقف على مقام تعظيمك لنيل الثواب، وما جرت على لساني كلمة في حقك إلا بالتبجيل ورعاية الآداب، والآن أطلع لك بأني معترف بصلاح حالك بلا ارتياب، وموقن بأنك من عباد الله الصالحين، وفي سعيك المشكور مثاب، فقد أوتيت الفضل من الملك الوهاب، ولك أن تسأل من الله تعالى خير عاقبتي، وعدوا لكم حسن مآب، ولولا خوف الإتناب لازددت في الخطاب. هكذا هذا الصوفي الجليل كان أبدى التعظيم لحضرته وطلب منه الدعاء ليكون عاقبته الحسنى. فقد ذكر حضرته مرارا هذا الصوفي الجليل كيف كان ورعا تقيا، وحيثما وصل إليه خطاب حضرته عليه الصلاة والسلام آمن به فورا، مع أنه كان له آلاف المريدين لم يبالي بهم أنه سوف ينفدون عنه، كلا بل وجد الصدق فصدقه. فكتيب آخر هو كما تفضلتم كتاب كتيب استفتاء، فهذا كما تفضلتم استفتاء بدون ال، كتبه باللغة الأردية، أما الاستفتاء فهو كتبه أصلا باللغة العربية، وهو ملحق بكتاب حقيقة الوحي. أما هذا فهو كتيب صغير كتب فيه التفاصيل والاعتراضات وتفنيد هذه الاعتراضات عن قتل الإكرام وما أصير ضده والدعاية السامة التي نشرت في الجرائد، كتب كل ذلك في هذا الكتيب. ثم استفتى أهل الرأي السديد وأصحاب الإنصاف والعدل أن يقوموا أن يقولوا ويعلنوا بكل صدق وأمانة هل هذه التفاصيل كلها لا يشهد بعد قراءة هذه التفاصيل أن كل هذه النبوة من الله تعالى، أو هل يقدر إنسان على تحقيق كل هذه التفاصيل. فسجل في نهاية هذا الكتيب صفحتين أو ثلاثة ليكتبوا أهل الرأي أسماءهم وعناوينهم ورأيهم، فهذا هو الكتيب استفتاء. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. مشاهدينا الأكارم، يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل. يمكن أن تتصلوا وتتركوا رقم الهاتف مع مفتاح الدولة، أو ترسلوه عبر صفحتي بروفيل الحوار المباشر، أو صفحة الخاصة محمد شريف. وسوف نستمع إلى قصيدة الآن من قصائد سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود في مدح خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا قلب أذكر أحمد. وأيضا سوف نستمع إلى دعاء كان قد ذكره طلب الإمام المهدي من أحد علماء بغداد أن يدعو هذا الدعاء، وهو دعاء استخارة لمعرفة صدق حضرته، وهذا الدعاء ضروري كل من يسمعنا، هناك الكثير الكثير من جرب هذا الدعاء. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى إله حي، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل وما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالقضية يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى، يجب الحالة، حالة الأمة، حالة المسلمين في كل مكان تستدعي حرقة، تستدعي منا أن ندعو الله سبحانه وتعالى: يا الله أين المخلص؟
أين المنقذ؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا الأسباب. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف وعده. الحالة في تردي، يعني لا يمكن، يخجل الإنسان أن يتحدث عما يحدث في الأمة وما زالت في تنزل إلى الحضيض. هذا كل إنسان عنده حرقة وحب لهذه الأمة، للإسلام، للمسلمين، لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء أن يستخير، وسوف نسمعه معا. تعالوا نسمع إلى القصيدة وإلى هذا الدعاء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير لنا وللأمة. الحوار المباشر، جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر. يا قلبي يذكر أحمدا، عين الهدى مفني العدا، برا كريما محسنا، بحر العطايا والجدا، بدر منير زاهر في كل وصف حمدا، إحسانه يصب القلوب وحسنه يروي الصدى، الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا، والحق لا يسع وراء إنكاره لما بدا، اطلب نظير كماله فستندمن ملددا، ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا، نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا، المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى، جمعت مرابيع الهدى في وبله حين الندى، نسي الزمان رهامه من جود هذا المقتدى، اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا، والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى، كم من منازعة جرى بيني وأقوام العدا، حتى انثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا، يا أيها الناس اتقوا يوما يشيب ثوهدا، آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدا، والله إني ما ضللت وما عدلت عن الهدى، لكنني مذ لم أزل ممن إذا هدي اهتدى، لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى، كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى، يا صاحي إن الله قد أعطى لنا هذا جدا، وليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا، اليوم تكفرني وتحسبني شقيا ملحدا، يا من تظن الماء من حمق سرابا واعتدا، السبر سهل هين إن كان فهم أو صدا،
والله لو كشف الغطاء وجدتني عين الهدى ونظمت في سلك الرفاق وجئتني مسترشدا ونظمت في سلك الرفاق وجئتني مسترشدا. أيها الناس ادنوا مني ولا تتحولوا وافتحوا أعينكم ولا تغضوا وادخلوا في أمان الله ولا تبعدوا وتطهروا عن الحقد والشنآن ولا تلطخوا وتجلدوا إلى التوبة ولا تستأخروا ولا تفرطوا في سوء الظن واتقوا واجتنبوا واستعينوا بالصبر والصلاة وجاهدوا ولا تعجلوا ألا لا تعجلوا وادعوا الله متضرعين واطرحوا بين يدي ربكم واسألوه حقيقتي وحقيقة أمري بكل قلبكم وبكل توجهكم وبكل عزيمتكم وبصدق همتكم يكشف الأمر عليكم وتجابوا. ارفقوا أيها الناس ارفقوا ولا تغلوا في سبكم ولا تعتدوا واتقوا إنكار عجائب الله التي أخفيت من أعينكم ولا تجأروا وارحموا على أنفسكم ولا تظلموا أيها المستعجلون. وإن كنت لا تقدر على هذا السفر البعيد فلك طريق أخرى، فإن كنت فاعلها فأخرج أولا من صدرك كل ما دخل فيه من سوء الظن، ثم قم وتوضأ وصلي ركعتين، وصلي وسلم واستغفر استغفار التائبين، ثم اضطجع مستقبلا على مصلاك وتخل بمناجاة مولاك واسأل الله لاستكشاف حالي وحقيقة مقالي، ثم نم قائلا يا خبير أخبرني في أمر أحمد بن غلام مرتضى القادياني، أهو مردود عندك أو مقبول؟ أهو ملعون عندك أو مقرون؟ إنك تعلم ما في قلوب عبادك ولا تخطئ عينك وأنت خير الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك علما جاذبا إلى الحق ونظرا حافظا من نقل الخطوات إلى خطط الخطيات وأدخلنا في الموفقين. ما كان لنا أن نقدم بين يديك أو نتصرف في سرائر عبادك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وافتح عيوننا ولا تجعلنا من الذين يعادون أولياءك أو يحبون المفسدين. آمين ثم آمين. واستخر يا أخي من جمعة إلى جمعة أخرى وعقب تهجدك بهذه الركعتين وأخبرني إذا أردت أن تشرع في هذا لأرافقك في دعائك وأدعو لك في ابتغائك وأرجو أن يسمع ربي ندائي ويقبل دعائي، إنه كان بي حفيا وإنه نور عيني وقوة أعضائي، والله إني لمن المقبلين. والله إني لمن المقبلين. أدعو الآن، نحن على أبواب شهر رمضان المبارك مشاهدينا الأكارم في كل مكان. نحن نصوم في هذا الشهر
يرفع الله سبحانه وتعالى من مستوى تقوانا ومستوى أخلاقنا ومستوى روحانياتنا. في هذا الشهر ندعو الله سبحانه وتعالى أن نجد الله سبحانه وتعالى في آخر الشهر في العشر الأواخر، ومنا من يعتكف في هذه الأيام، هذه الأيام المباركة التي تنزل الملائكة في هذه الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تعالوا ندعو في هذا الشهر الفضيل. تخيلوا لو الأمة دعت الله سبحانه وتعالى لاستكشاف حال هذا الرجل الرباني، وبكل صراحة لا تضع أي فكرة مسبقة، لا أنه صادق ولا أنه كاذب، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بصفحة بيضاء نقية بدون أي شائبة بدون أي فكرة مسبقة، وادعو الله سبحانه وتعالى بكل يقين وبكل ثبات، أهو مقبول عندك أم مقرون أم مردود؟ فعلينا أن ندعو بهذه الحرقة وبهذه الحرارة، لأن لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى الإنسانية جمعاء ولا يترك المسلمين في هذه الحالة، إلا وأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون قد أرسل من عنده مبعوثا تغلق كل الأبواب، لا منظمة العالم الإسلامي ولا رابطة العالم الإسلامي ولا العلماء ولا المشايخ ولا المفلاسفة ولا الحكام، انظروا الفشل مطقع في كل العالم. ألم يأتي الوقت أن نسأل الله سبحانه وتعالى؟ ألم يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. الغربة الأولى احتاجت نبي، احتاجت مبعوث من الله سبحانه وتعالى. الغربة الثانية بحاجة إلى المبعوث السماوي، بحاجة إلى المسيح الموعود، بحاجة إلى المهدي المسعود. ومن يظن أنه بفلسفته وبشطارته يستطيع أن ينقذ العالم، العالم فشل أن يحقق السلام والطمأنينة، والعالم الإسلامي في دمار يوما بعد يوم. تعالوا معا نستغل هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. ما المشكلة؟ ألا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى إله حي؟ ألا تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء؟ أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى كما قال سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام: ربي يا رب اسمع دعائي في قومي وتضرعي في إخوتي. هذه الحرقة يجب أن تكون في كل فرد من أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، عند كل رجل، عند كل امرأة، عند كل طفل، أن تكون عنده حرقة لإنقاذ الناس، ليعم الأمن والسلام والسعادة في قلوب البشر، أن ينقذ الله سبحانه وتعالى المسلمين من هذه الحالة التي هم فيها. ربي يا رب اسمع دعائي في قومي وتضرعي في إخوتي، إني أتوسل إليك بنبيك خاتم النبيين وشفيع ومشفع للمذنبين، ربي أخرجهم من الظلمات إلى نورك ومن بيداء البعد إلى حضورك، ربي أدخل هداك في جذر قلوبهم، ربي أدخل هداك في جذر قلوبهم ووادعهم وصافهم، وأعطهم عيونا يبصرون بها وآذانا يسمعون بها وقلوبا يفقهون بها وأنوارا يعرفون بها. ربي إني أتوسل إليك بوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرجته العليا، والقائمين في آناء الليل وفي ضوء الضحى، وركاب لك دعد السرى، ورحال تشد إلى أم القرى. أصلح بيننا وبين إخواننا، أصلح بيننا وبين إخواننا، وفهمهم ما فهمتنا، وعلمهم طرق التقوى، واعفو عما مضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب السماوات العلى. أستاذ تميم، تفضل. في هذا العام، في 1897، وهو انضم السيخ إلى الأعداء، يعني إلى معارضة حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام. نعم. وبعد أن كانوا يعني محايدين،
في السابق يعني. وكان السبب وراء ذلك هو أن المسيح موعود عليه السلام كشف عن حقيقة مؤسس ديانتهم بابا نانك أنه كان مسلما، واكتشاف عباءته عباءته كانت يعني، أنا كنت في دير بابا نانك ورأيت بأم أعيني وصورت هذه العباءة أنها كانت كلها كتابات آيات قرآنية من بسم الله الرحمن الرحيم ولا إله إلا الله وإن الدين عند الله الإسلام وسورة الفاتحة وأسماء الله الحسنى. وطبعا هذه أثارت غضبهم. صحيح، أرجو أن تبين ذلك. نعم، يعني الواقع أن الحادثة وهي حادثة مقتل الإكرام والثورة التي ثارت في الهند بكاملها، والتي كما قلنا وقف معها أيضا المشايخ كالبطالوي وأمثاله، هذه الأجواء حرضت بصورة ما السيخ لأول مرة ليقفوا في صف معارضي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، مع أنهم لم يكونوا كذلك. فكتب أحد زعمائهم واسمه السردار راجندر سينغ كتابا سماه خبط قادياني، يعني الخبط أو يعني بمعنى الهذيان أو الشيء غير الصحيح الذي يقدمه القادياني، وشن فيه هجمات على النبي صلى الله عليه وسلم، أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدى الغيظ والغضب على أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام اكتشف أن بابا نانك كان مسلما. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في الواقع كان يحسن الظن في السيخ لأنهم كانوا جيرانه، يعني ونحن نعرف أن منطقة البنجاب في الواقع السيخ فيها أكثر بكثير من الهندوس، فكانوا من الجيران، ويعني وبالأصل يعني كانت لهم لنقل مسالك مختلفة عن الهندوس. انظر هذه يعني من عباءة، طبعا صورة من عباءة، انظر الله أحد الصمد، نعم، الله مثلا شايف الرحيم، نعم، يعني المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قدم دلائل عديدة على أن بابا نانك في الواقع كان مسلما وكان قد تبع طرقا صوفية، وأنه أقام أيضا في بعض المقامات الصوفية، وأنه كان يعني قد انتقد بشدة الديانة الهندوسية وبيّن بأن الإسلام هو الدين الحق، وقال أيضا وبيّن بأن هذه العباءة في الواقع تحتوي هذه الآيات القرآنية وأنها دليل مادي وملموس على أنه كان مسلما، وإلا لماذا سيرتدي هذه العباءة. فعلى كل حال هذا الكلام كان قد أورده المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتابه القول الحق، ولكنه في حينه لم يكن سببا لثورة السيخ، لكن الثورة بدأت في ذلك الوقت كما قلنا مصاحبة لمسألة الإكرام. فكتب ردا على هذا السردار أو هذا الزعيم السيخي قائلا، قال حضرته: الحق والحق أقول، سواء أتضايق به أحد أم رحب به، إن الدين القائم على الحق من بين جميع الأديان هو الذي تحميه يد الله، وهو الدين المقبول عند الله تعالى، إنه ذلك الذي تظهر أنوار قبوله في كل زمان ولم تنقطع في الأزمنة الخالية، فانتبهوا، وإني أشهد أن ذلك الدين المنير هو الإسلام الذي تحالفه تأييدات الله تعالى دائما. ما أعظم قدوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بواسطته ننال النور المتجدد دائما، وما أعظمه النبي الذي بحبه تسكن روح القدس فينا وتجاب أدعيتنا وتصدر منا أمور غريبة. لاحظوا أنه في هذه الإعلانات أيضا كان يضمن الدقائق الجميلة الرائعة، يقول بأن نور الحق في الواقع، نور الحق ونور الصدق وروح القدس تنشأ في الإنسان نتيجة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني تخيلوا كيف أنه يعني يقول الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم تسكنه روح القدس، ويقدم ذلك في هذا الإعلان، ويقول بأن هذا الحب هو سبب استجابة الأدعية وصدور الخوارق من الأولياء. في الواقع لم ينل أحد أي درجة ولا رتبة في هذه الأمة إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم في الفناء
بحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعته. لذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يطع، نعم، وأيضا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا يمكن أن ينال إنسان أي مرتبة روحانية ولا أن يتقدم في هذه المراتب إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم والفناء في طاعته. وبعد ذلك قدم المسيح الموعود أيضا تحديا لهؤلاء السيخ، وقال إن هذا الشخص الذي يدعي بأن باوا نانك ليس مسلما ويعترض على كلامي فإني أدعوه لكي يعلن حالفا بالله في اجتماع عام أنه إذا كان لا يعد باوا نانك مسلما فليعلن حالفا بالله على أن باوا نانك كان في الحقيقة بريئا عن الإسلام، وكان يعد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سيئا، يعني باوا نانك، وأنه كان فاسقا وفاجرا وفاحشا والعياذ بالله، ولم يكن نبيا صادقا كما تدعون يا أيها السيخ أو يا من أثرت هذه الاعتراضات. وإذا كان كلا هذين الأمرين خلاف الواقع فعاقبني يا أيها الإله القادر على كل شيء خلال عام واحد عقوبة قاسية على هذه الإساءة، وسأودع 500 روبية مقابل حلفكم هذا حيثما تطمئن له قلوبكم، فإن كنتم صادقين في الحقيقة لن يمسكم أدنى سوء خلال سنة كاملة، بل ستنالون 500 روبية مجانا ويسود وجهي والعياذ بالله وأخزى. وإذا نزل عليكم عذاب سيكون ذلك مدعاة لإصلاح السادة السيخ كلهم. يعني أنا في الواقع أقدم هذا التحدي لكي يكون أيضا آية ودليل للسيخ عسى أن يفهموا ويعوا أن ما قلته كان صحيحا. وأضاف قائلا إذا أصابكم ضر بيد إنسان فلن يعد ذلك تأثير دعائي عليكم، فلن يعد ذلك تأثير دعائي عليكم، بمعنى أنني أيضا أكفل لكم أنه لا يمكن أن أرسل أحد ليقتلكم أو ليؤذيكم، وأن الله تبارك وتعالى لن يجعل هذا العذاب بيد إنسان. يعني ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ لأن كل القضية هي في الواقع كانت أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام تآمر لقتل الإكرام، وأخذت الظنون السيئة تعبث بعقول المسلمين وبعقول السيخ وبعقول الهندوس وغيرهم. فهذا السردار طبعا عندما رأى هذه الدعوة من المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لاذ بالفرار ولم يتقدم. جزاكم الله أحسن الجزاء. معنا الدكتور راج رياض، السلام عليكم. مساء الخير دكتور. أيوه أهلا، مساء الخير والسلام عليكم جميعا، وأنا أشكر حضرتك لتحت الفرصة لي. بس أنا لي رجاء عشان أنت حضرتك طلبت حاجات كتيرة والرد، فأنا هرد على نقاط وحوضح نقاط برضك مهمة لأن حضراتكم دايما ترددوها مع أني بوضح المغزى بتاعها، فلو سمحت لي أنا هقولهم سريعا ومعلش يعني ليس ضياعا للوقت. أول حاجة بالنسبة للقول إن لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، حضرتك بتقول على العطشة تصبت، وأنا وضحت إن في فرق بين بالإنجليزي sheep not which are not of this fold، ما قالش in this fold، فليست مش في هذه الحظيرة من هذه الحظيرة، يعني دي أمم مش الحظيرة الشعب اليهود، فدي لا تعود على العطشة أصباط بل تعود على الأمم اللي هيؤمنوا ويبقى كنيسة المسيح فيها يهود وفيها أمم. دي المقصود منها المكتوب not of مش not in، دي حاجة. حاجة ثانية واحدة عشان أنا الوقت إلك، مع أنه في اتصالات أرجو من المتصلين أن ينتظروا حتى نفهم. صدقني يا أستاذ راج رياض، نحن أنت تعلم وتعرف وتتابعنا أننا نجل السيد المسيح، نؤمن به، طبعا نؤمن به أنه نبيا ورسولا، والسيد المسيح طالبنا جميعا، وبما أنني أؤمن يعني من أركان إيماني كمسلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلابد أن نفتش الكتب كما أمرنا وطلب منا نبي الله عيسى عليه السلام سيد المسيح. الآن واحدة واحدة، يعني خلينا على قد عقلي. السيد المسيح تحدث اصطلاح الخراف كان حصرا لبني إسرائيل عندما لحقته الكنعانية
وصاحت وراءه: يا سيدي يا سيدي، بنتي مجنون، ادعي لها. فقالوا له تلاميذه: اصرفها عنا فإنها تصيح وراءنا. قال: ليس حسنا أن يطرح خبز البنين ويعطى للكلاب، ما جئت إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة. الآن خلينا نقول، نحدد الرسالة الأولى، البعثة، حتى لو فرضنا ما تريد أن تصل إليه أمم أخرى، لكن على الأقل خلينا في البعثة. هو جاء لبني إسرائيل، من كان ينتظر السيد المسيح؟ بنو إسرائيل. الأمم الأخرى لم تنتظره، ليس عندهم نبوءات عن مجيئه في ذلك الوقت إلا بنو إسرائيل حصرا حسب نبوءات العهد القديم. الآن إلى طرق أمم لا تمضوا، وإلى متينة السامريين لا تدخلوا، فاذهبوا بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة. طيب، خراف بني إسرائيل لم يكونوا في فلسطين، لم يكونوا في هذه البلاد إلا سبط ونص. بعدين ضالة يعني ليست هنا، يعني ضالة ليست موجودة، ليست موجودة. نعم صحيح. طيب النصوص، لو جمعنا النصوص ووضعنا زي البازل، الصورة واضحة. الخراف هم الذين ليسوا من هذا الحظير، غير موجودين. والاصطلاح الخراف حصرا كان لبني إسرائيل. لا يمكن أن تستدل من كلمة خراف لغير بني إسرائيل. تفضل. ما أنا حضرتك تديني بقى أنا أتكلم أوضح، لأن دائما حضراتكم تقولون هذا، فاديني فرصة أوضح. هو ما قالش لي خراف أخر ليست في هذه الحظيرة، هو قال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. إحنا كأمم ما كناش خراف، لكن لما أمننا بالرب يسوع بقينا خراف. عشان كده بيقول خرافي أصبح لينا راعي الخراف العظيم. كل مؤمن سواء يهودي سواء أممي أصبح من تطيع الرب. فحضرتك في البداية ده كان مجيئه، لكن لما رفض من شعبه أصبح هذا الدعوة للجميع. لماذا يا عمي يا حبيبي يا دكتور يا حبيبي؟ لم يصلهم. كيف بتقول رفض من شعبه؟ كلهم صبت نص، كم واحد الموجودين في فلسطين؟ العشر أصباط ونص الأكثرية ما شافوهوش، ما التقوش بي يا دكتور. المسيح تم، المسيح هيجي، عشان كده في اختلاف كبير. طب حضراتكم لما تقولوا سيد مير، ما لكم من الميرزا الآن يا زلمة؟ خلينا شوي شوي أرجوك. قال خرافي لم تقبل. طب ما هي ما جتش بعدها، كني بستنوه في 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 الشرق بخراب الهيكل الأول، مش نفاهم نبوخذ نصر على الشرق. عايز تسمعني أوضح ولا يعني أسكت؟ أنا مش عارف. لا توضح بس، يعني واحدة واحدة عشان المشاهد يفهم الموضوع، مناش إحنا ندب الكلام مرة واحدة وما ينفهمش. تفضل، أنت اللي قلت لك المايك معك. واحدة واحدة الرب جاء لمركز الشعب اليهودي في أورشليم في وسط الهيكل وفي وسط المجمع وتحدث إليهم. هذه للشعب اليهودي كله سواء اللي في الشتات أو اللي في أورشليم. الدعوة، ما أنا بقول لحضرتك عشان كده لما رفض من رؤساء الكهنة قال لهم بيتكم يطرح خرابة، فهو مش معني دلوقتي بالعشر، هو فتح الباب لجميع البشر. عشان كده هيجي في المستقبل يجمعهم. عشان كده البشارة للعذراء مريم إن يأتي ابن العلي ويجلس على كرسي داود ويملك إلى الأبد. فمجيء المسيح أصلا بعد ذلك هيكون للشعب اليهودي. فحضراتكم لما تحبوا تقروا عن المسيح الموعود، تقروا عن ما جاء في الأناجيل وجاء في رسالة العبرانيين وجاء في المزامير وجاء في العهد القديم، هيأتي لكي يملك بالمجد والقوة. ومن أسمته يقول يجلس الملك على كرسيه. فالدعوة اللي حضراتكم ملتبس عليكم دي حاجة تانية خالص، ليكن ما تقولون، لكن لا يمت للمسيح الرب لو كل المجد بصلة إطلاقا. الحاجة الثانية أن حضراتكم دايما تقولوا إن هو ما ماتش أغمى عليه. طب لما الرب قال بنفسه أكثر مرة أقتل وفي اليوم الثالث أقوم، لماذا ما تذكروش أقواله دي؟ دايما تقولوا هاي انتقلنا، إحنا حنجيها، انتقلت لنقطة ثانية. بس أرجوك يا دكتور، أنت دكتور وباحث، خلينا نقطة نقطة. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين
لا تدخلوا، السامريين هذول الخراف الأخرى اللي تقصدين أنت، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. الآن هو فصل، ميز بين الأمم الأخرى، بين السامريين وبين الخراف، وأوصاهم. وفي حياته لم يقبل السيد المسيح أحد من خارج بني إسرائيل. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم وصية قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، إلى طرق أمم ممنوع تروحوا، لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني قبل أن يجيب الدكتور، إذا كان يقصد بالخراف أمم أخرى فهو يقول إلى طرق أمم لا تمضوا، فكيف يمكن أن يقول بأن الخراف هم من الأمم الأخرى؟ ثم ببساطة إذا كان يقصد بكلام، إذا كان يقول بأن المسيح عندما قال ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة يقصد بها غير بني إسرائيل، فهذا كأنه يقول، فكأن المسيح يقول بأنني لست معنيا بأحد إلا ببني إسرائيل الذين هم هنا، ثم بعد ذلك إلى آخرين. يعني لماذا؟ يعني هذا الاستثناء على فكرة، القول بأنه يذكر فقط أو يهتم فقط ببني إسرائيل الذين كانوا في فلسطين في تلك الحظيرة في ذلك الوقت، وأن المقصود بالخراف الأخر هي الأمم الأخرى، فأين الذكر لأهمية ذهابه إلى بني إسرائيل، إلى خراف بيت إسرائيل الضالة كما قلنا؟ ماذا يعني ضالة؟ يعني أنها تائهة، يعني بعيدة، يعني شاردة، يعني لا يستطيع أن يصل إليها. فهذا هو المقصود، المقصود أنه يوجه وينبه بأنه مبعوث إلى هؤلاء أولا، ثم إلى الأمم الضالة من بني إسرائيل، إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وليس إلى أمم أخرى. إذا أردت أن تقول أنه مبعوث إلى أمم أخرى فيجب أن تأتي بنص واضح، ما أن النص الواضح الذي بين أيدينا هو أنه ينهى عن الذهاب إلى أمم أخرى وعلى الدخول. وصية مش مجرد، يعني نعم. تعرف عندما توصي شيء، يعني لكسر هذه الوصية أو تغيير هذه الوصية، وصية أخرى واضحة ليس يقول فيها شبهة. كلامي نعم يقول نسخت كلامي وأقول لكم الآن من اليوم فصاعدا لا اذهبوا إلى طرق أمم أخرى وادخلوا مدن السامريين. يعني تخيل إذا كان السامريون الذين في نفس الحظيرة لنقل كان غير معني بهم ويأمر بعدم الذهاب إليهم، فكيف تقول بأن هذا الكلام يعني أنه يطلب إدخال الأمم الأخرى في هذه الدعوة؟ هاي الفكرة دكتور. ننتقل إلى واحد عن نفسه واحد عن الأمة أو المسلمين. طب أنت بتقول هو ما عندوش خطايا ولا عنده أوزار، فأنت نفسه أمر بالسوء، فده في الواقع تفسير غريبة حضراتكم، يعني أنتم معتقدين بها لكن لا تمت للمفهوم وإجماع المسلمين أو ما جاء في التوراة وفي المسيح. حاجة اللي هي مهمة جدا، بدل حضراتكم عمالين تثبتوا ما كان في الماضي، أولى أن تذهبوا إلى اتحاد علماء المسلمين وتعملوا مناظرة عشان يبان فعلا إيه وضع أو إيه دعوة السيد مرزا غلام أحمد، لأن أنتوا حضراتكم فريق فريق وتشكروا بتنادوا بالمحبة والسلام وضد العنف، لكن هذا مرفوض تماما، لأن الدعوة أصلا قائمة على الغزو وعلى القتل، أمرت أن أقاتل الناس وأمرت حتى يقولوا لا إله إلا الله، وتعالى تقول لي لا تعتدوا، لكن اللي شايفينه في العالم وإلا كل المسلمين مش فاهمين، ما هو كل العمالين قتل زي ما حضرتك بتقول قتل ودمار في كل حتة، لكن ده لا يتمثل. فأولى إن يبقى فيه ذهاب إلى اتحاد علماء المسلمين وعد ويتم مناقشة هذا الموضوع، وماذا صحة فعلا هذه الدعوة من عدم. لكن هيظل برضك إن أساس الدعوة المسيحية هو موت رب يسوع وقيامته. أنا هختم وأقول حاجة واحدة، إن عشان تبان سلسلة النبوات، الرب جاء لشعبه رفض من شعبه، اتفتح الباب للعالم أجمع، الفترة الحالية فترة تكوين الكنيسة، ترفع الكنيسة للسماء زي ما الرب صعد إلى السماء
يجي الرب يملك بعدين على شعبه في أورشليم ويملك ملك سعيد ملك السلام. ده في نبوات إشعياء وحزقيال والمزامير في شتى أنحاء الكتاب المقدس. لما تيجي تقول لي لم يصعب، لما ده صاعد وقال لهم وشافوه والملائكة شاهدوا بذلك ودي حقائق ثابتة، هتقول لي بقى راحوا وماتوا ومش عارف إيه، أنت حضرتك بتقول وبتحاول، لكن حقيقة ده بعيد كل البعد عن الحق المعلن والتاريخ اللي أثبت والشهود والأدلة اللي كان. وأنا أشكركم لسعة صدركم وإتاحة الفرصة لي بكل المحبة، وأنا أدعو لكم بالتوفيق. شكرا. فعلا شكرا. إحنا كنا عايزينك امبارح، ذكرنا موضوع اللعنة دكتور راجي، بارك الله فيك، وفعلا نشكرك من أعماق قلوبنا على المشاركة والتوضيح. وطبعا كل واحد بمعتقده، مع اختلافنا معك إلا أن نحن نعطيك المجال وللمشاهد والمستمع أن يحكم. البارحة تحدثنا عن موضوع اللعنة، ما الفائدة أن السيد المسيح والعياذ بالله حسب اعتقادكم لعن؟ يعني ما الفائدة المرجوة من اللعنة؟ ماذا تستفيد البشرية أن يكون ابن الله ملعون؟ أوضح لحضرتك، هو السبب اللعنة اللي في الناموس مكتوب كل من لا يثبت في كل الناموس يبقى مجرم في الكل. يعني لو عملت كل وصايا الناموس وأجرمت في واحدة فانا اخطات في الكل وتستوجب عليا اللعنه اللي هو الموت، اجره الخطيه موت. وعشان كده جاء الرب يسوع ليستدينا، انت حضرتك ازاي انا انجو من الخطيه بخلاف انها لها تبعات، هي ذنب، هي جريمه ضد الله، فازاي انا اتبرر امام الله؟ يا اما انا اموت يا اما البديل يموت. وده شبه فيما قام به ابراهيم، قدم ابنه، مش مكتوب في القران قدم مين؟ قدم ابنه، لكن موجود خذ ابنك وحيدة إسحاق الذي صعب، سواء إسحاق سواء إسماعيل، لكن في فديناه كان عظيم، ففي هناك من قدم البديل. فأنا بقول الرب اللي مات من أجل الصليب وحمل خطايا، عشان كده هو وضع عليه اسم جميع، احتمل اللعنة، حطوا الشوك، الشوك ده نتيجة الخطية، شوكا وحسكا توم بثلاث، فلعنة الخطية اللي جت نتيجة سقوط آدم حملها الرب في جسده الكريم. طبعا احنا بنؤمن ان سوت واللوت اللوت لا يموت، لكن حمل في جسده قصاص خطأنا. فأنا كشخص مذنب لما أخصص عمل المسيح ليا انه صار لعنة ولعن وتحمل الترك، لان قال إلهي إلهي ما تركتني، فهو بذلك نابع عني ونجوت انا، عشان كده انا مدين بحياتي لرب يسوع. بولس الرسول يقول ايه؟ ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا او كانوا امواتا، كي يعيش بقى الاحياء. احنا بينا احياء لا لانفسهم بل من اجل الذي مات من اجلهم وقام، ودي قوه الحياه الجديده والروح القدس. مش هقدر انا اعمل ما يرضى الله الا بقوه الروح القدس. هذه حكايه انه افتدانا من لعنه الناموس. اريد ان تساله يا دكتور راجي. يا اخي منيح، انا بدي افهم واحد ضحى منيح، لكن انا الفائده ان اللعن بعيد عن رحمه الله، اللعن مطرود من رحمه الله، ابن الله مطرود من رحمه الله. هذا هو السؤال. القضيه يعني كأن الذي تقوله يا دكتور راجي هو كالتالي: هنالك قانون يحكم الإله ولا يستطيع الإله بنفسه أن يتملص منه، يعني بمعنى أن الإله هذا محكوم وليس حاكما. لماذا لا يقول الإله: والله أنا أريد أن أعفو عن خطايا الناس، أقول لك أريد أن أشطب الناموس وأريد أن لا يعني أجعل إنسانا محاسبا أمامي، لو فرضنا جدلا يقول عفوت عن جميع الناس وليفعلوا ما شاءوا، مع أنه طبعا ذلك يؤدي إلى فساد البشر ويؤدي إلى هلاكهم، يعني هذا هو الذي يؤدي إلى هلاكهم ويؤدي إلى استغراقهم في الخطايا. بس بغض النظر، لماذا لا يستطيع الإله أن يقول عفوت وغفرت ويجب أن يخضع نفسه لهذه التجربة المريرة ويصم نفسه بهذه الوصمة؟ عرفت كيف؟ مع أنه طبعا يعني كيف يمكن أن يكون الإنسان مبعدا من نفسه إذا كان الرب هو يسوع ويسوع هو الرب؟ فكيف يمكن أن يبعد الرب من نفسه؟ كيف يمكن أن يلعن الله نفسه؟ كيف يمكن أن تحدث هذه المسألة بداية؟ ثم
ما الفائدة فعلا؟ هذا هو السؤال، ما الفائدة التي ستأتي على الناس من خلال هذه اللعنة؟ يعني لو فرضنا مثلا والله الرب مثلا ذبح نفسه ووزع على الناس لحمة وأكلوا لحمة فاستفادوا أكلوا وجبة يعني، لكان بنقول هذا جيد، يعني على الأقل الرب قدم جزء من 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 لحمه جدلا إلى الناس. أما أن يلعن ولا يضرب ولا يشتم ولا يساء إليه ولا يعني يوصف بهذه الأوصاف السيئة للأسف، كيف يمكن أن يرتد ذلك بالفائدة على البشر؟ هذا هو السؤال ببساطة. إيه هو السؤال؟ إيه هو السؤال؟ إنه اللعنة كيف تفيد البشر؟ كيف تخلص اللعنة التي موته الكفارة مثل اللعنة؟ هو ملعون كله ملعون على خاتم، لكن هو عمل في جسده قصاص خطايا كل من يؤمن به، كل خطية عملها عني قصاصا لي، عشان كده أقول عمل مجروع من أجل معصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلام عليه. ما أنا يقول أموت إما هو مش ملعون من أجل آثامنا، مسحوق كويس، مسحوق من أجل آثامنا خطايانا، مجروح من أجل خطايا، كويس كويس كويس، أنا مش مختلف معك، هو القصد مش لازم أختلف، لازم أدور على الأشياء المشتركة مع بعض. كويس اللي قلته كويس، لكن لم يقل ملعونا الله أو العهد القديم لم يقل ملعونا من أجل خطايانا، هذا قيلت فيما بعد، يعني لم يقل هو بذلك، يعني أصلا لا يمكن أن يستصيغها مؤمن. أنا كمؤمن بالسيد المسيح وأبجله وأقدره وأقدسه كإنسان قديس، كيف أقبل أن أصمه باللعنة أن لا أستصيغها على نفسي؟ يعني هل أنت تستصيغها على نفسك؟ ملعون أي بعيد مطرود من رحمة الله، لو انطرد 3 أيام من رحمة الله كارثة كارثة مصيبة، يعني أنا مش فاهم. وحتى الآن يعني خضحها منيح مات ممتاز منيح فهمنا هذا مفهوم، أما اللعنة ذاتها الموت صحيح. منيح أنت صحيح. تريد أن تبرر الموت مع أن النصوص ممكن نتحدث عنها في مناسبة أخرى لا تفيد ما تقول. رأوه ظنوه أنه قطع من أرض الأحياء، لكن ظنوه ظنوا صحيح. هو مش حقيقة، ظنوه فعلا شافوه علق وشافوه أغمي عليه فكروا مات، لكن هو بيقول آية زي آية يونان إنه يونان دخل بطن الحوت حي وبقي حي وطلع حي، وهكذا ابن الإنسان ببساطة، وخرج منه دم وماء، إنه عنده ضغط دم ومي، يعني الإنسان الرجل كان حي لم تتحقق فيه اللعنة، يعني الله عز وجل يريد أن يبرئه لأنه سمع له من أجل تقواه. إيلي إيلي لما شبقتاني ربي انزع عني هذا الكأس. نعم هي هذه القضية، القضية فعلا أن اللعنة لا يمكن أن تخدم أي حد أحد، ولا تخدم إلا أن تسيء إلى المسيح عليه السلام إساءة بالغة. يعني يجب أن يلتفت المسيحيون واللاهوتيون في المسيحية لإزالة هذه العقيدة من الديانة المسيحية، لأنها ما أنزل الله بها من سلطان في الواقع، ولا يوجد لها أي سند، هذا مجرد قول لبولس قال هذا القول، يعني احنا نحن بغض النظر لا نريد يعني أن نستفزكم، ولكن في الواقع لا يقول هذا الكلام إلا عدو للمسيح. لا يمكن أن يقول محب للمسيح بأنه ملعون أو مات ملعونا أو صار لعنة من أجلنا، هذا مستحيل أن يكون كلام محب أو كلام متبع صادق. فلماذا تتمسكون بهذا الكلام؟ فعلا هل المسيح قال بأنني سألعن من أجلكم؟ أو أنني باللعنة يمكن أن أفيدكم؟ أو بهذه اللعنة سأمتص خطاياكم؟ هذا الكلام كله لا أصل له. فما رأيكم؟ هل أنتم مصرون على أن الإله ملعون؟ أنا دكتور راجي معنا؟ قول الفادي لعن من أجل في جسده وقام، فهذه عظمة شخص رب يسوع، انتصر على الموت وسدد الحساب ووفى الدين وقام منتصرا وأقامني معه، هذه عظمة الإيمان المسيحي. أنا بفكر إحنا بكرة إن شاء الله بنأخذ الموضوع أكثر بالتفصيل، لأنه بعد هناك اتصالات، إن شاء الله بنكون بكرة مع بعض. شكرا لك وربنا يعطيك الصحة والعافية دكتور راجي. معنا الأخ عصام الدين، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا بيك، إزيك؟ إزاي صحتك وحشني كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب أستاذ محمد. أنا كنت في المحاضرة للمجزرة
على الاستاذ الدكتور فاضل وادي رياض، لكن حصلت معايا وقعا امبارح اسمح لي احكيها. انا دايما بكتب دايما حوار بيني وبين المسيحي بتخيل بوجوده، فجيت بكتب رد على اساس ان بيقول لي سيد المتحاربين. لحظه شوي، في مشكله في الصوت مع احنا مش سامعين كويس. كنترول. شوف الاخ الخط. طيب شوفوا رقم ثاني اذا عنده. اخ ايمن عبد البر من مصر، نشوف الاتصالات بمصر مالها اليوم. الاخ ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. الاخ راجع رياض يعني بيقول المسلمين مش ما يفهموا، انا هوجه له سؤال. انت بتعبدوا ربنا ولا تعبدوا المسيح؟ الحمد لله الهنا واحد وكتابنا واحد، ما اختلفنا يوم في الواحد. نحن كتابنا الهنا واحد وكتابنا واحد، ما اختلفنا يوم في الواحد. نحن لنقضنا الشريعة ولا اتبعنا السلوك ولا عبدنا نبي، ما تشككوش فيني. ان كنتوا عاوزين نبوا واحد ارتاح الاول، انتوا في الواحد الهكم واحد، ولا واحد اثنين ثلاثه، ولا الثلاثه في واحد. الهنا واحد احد، ملهوش احد، والملهوش احد ما يجيش منه احد. بارك الله فيك، جزاكم الله احسن الجزاء. لا اتصلت بالاخ جمال من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بك. والله انت واللي معك يعني بارك الله فيكم، وخاصه الاستاذ نعيم، راجل كلامه فيه نور، يعني راجل محترم يعني، وبنحب نسمعه من زمان. بالنسبه لكلام الدكتور راجي ربنا يكرم، يعني هو يعني الشاهد في كلامه ان المسيح هينزل، يعني والمسلمين مستنيين المسيح والمسيحيين واليهود وكل العالم. يعني بالنسبه لنزول المسيح موجود في متى 22، يعني ومن علامه ابن الانسان الشمس تظلم القمر لا يعطي ضوء. انا مش قدام النصوص بس، وموجود برضه في رؤيا حنا اللاهوتي، ويا ريت يعلمني عليها الدكتور راجي ربنا يكرمه، راجل محترم يعني. لكن الشاهد من الاتصال حاجه واحده، يعني انا وقت انا بقعد اسمع الحوار المباشر وافضي نفسي عشان اسمع ذكرى المسيح الموعود اللي انا ما اعرفش عنها حاجه اساسا، ولا في كتب حتى في مكتبه الاسكندريه عليها. ابص الاقيك تجيب لي نص صغير عن كتاب استفتاء، اول مره اسمع عنه نتكلم عنه الاستاذ نعيم في نص دقيقه او دقيقه ونص، يعني كده ده انت كده يعني بصراحه احنا بنحس بالظلم يعني. يعني يا ريت تدوا الحياه دي حاجه، ان احنا يعني حتى لو خدت خمس حلقات 10 حلقات ما فيش مشكله يعني. بالنسبه للكرام بقى وابو لهب وامثالهم دول فكره يعني، مش اشخاص يعني. يعني ابو لهب لو كان شخص يبقى صوره ابو لهب تبت يد ابي لهب ما لهاش وجود يعني، لكن دي يعني فكره، والكرام فكره. استنى بس عليا لحظه معلش. شكرا، بارك الله فيك، احنا بنضيع فضائي، بارك الله فيك، شكرا. نعم استاذ نعيم، في هذا العام 1897 زار حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام نائب القنصل العثماني في ذلك الوقت حسين كامي، الذي وصل إلى لاهور وقاديان والتقى بحضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، وكان لحضرته نبوءة عن مصير الدولة العثمانية بعد لقائه. فماذا حدث؟ نعم، كان هذه الاضطرابات وهذه الاعتراضات والمؤامرات ضد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، أنه كان تعامر لقتل الإكرام وهذه الأشياء موجودة سلفا، عز هذه الواقعة حيث جاء نائب القنصل العثماني إلى لاهور، فبعد ذلك طلب منه الأحمديون اغتنموا هذه الفرصة و بلغوه دعوة المسيح الموعود عليه السلام وأعطوه الكتب، فهو أبدى رغبة في زيارة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وكتب رسالة، فاستخدم في هذه الرسالة الألقاب العظيمة مثل قدوة المحققين وقطب العارفين، حضرة بير دستغيث، طبعا هذا الألقاب معروفة هنا في القارة الهندية للتعظيم الكبير. فكتب هذه الرسالة وأبدى رغبة فيها. ثم في اليوم التالي في 10 مايو سنة 1897 وصل إلى قاديان وزار سيدنا المسيح الموعود عليه السلام
على انفراد وحضرته إكراما لضيفي استجاب لهذا الطلب خلافا للعادة. وفي هذا اللقاء أبدى هذا الضيف أن يدعو للسلطان العثماني، وإذا كان عنده شيء من الله تعالى فليخبره في المستقبل ماذا قدر له. وفي اللقاء الأول كشف على حضرته عليه الصلاة والسلام نفاق هذا الرجل، وأنه رجل مادي دنيوي فقط لا علاقة له بالدين. فإنما كان قد جاء إلى لاهور، فهؤلاء المسلمون كلهم كانوا قد استقبلوه بحفاوة كبيرة، فأقاموه في المنزل الكبير وعبدوا له تعظيما كبيرا. وهذا الرجل كان دنيويا وماديا، لكن هؤلاء المسلمون هم كانوا يعزمونه لأنه النائب القنصل للدولة العثمانية، وهم كانوا يحترمون هذه الدولة لكونها دولة إسلامية وكان لهم أعمال على هذه الدولة. لكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي هو كان معمورا من الله تعالى ومبعوثا، فلم يكن يرى أي أهداف مادية ولم يكن يحبه يعجبه الرجال الماديون. هو كشف عليه أن هذا الإنسان حسين كامي هو رجل مادي، فقال له حضرته أنه لا يرى آثار أو مستقبل جيد لهذه الدولة العثمانية. قال هذا رغم أن حضرته عليه الصلاة والسلام كان معجبا بالسلطان العثماني. لماذا؟ لأن هذا السلطان عبد الحميد هو كان قد قال مرة عندما أصيب المسلمون بكارثة أو مشاكل، فكانت هناك تدابير مختلفة اقتراحات، فقال هذا السلطان اتركوا خانة لله تعالى، أيضا يعني ادعوا الله تعالى وهو كفيلكم، فتضرعوا إليه. فمن قولته هذه كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو يعجب به، لكن في نفس الوقت هو منصف ومحب للعدل، فلم يكن يخشى أن يسور عليه هذا السلطان. فقال له قال حضرة المسيح الموعود عليه السلام لهذا النائب القنصل، فكتب إن أوضاع السلطان ليست جيدة ولا أرى حالة بطانته جيدة في الكشف، يعني رأى في الكشف أن حالة هذه الحكومة ليست صحيحة ليست جيدة وصالحة، فمع هذه الحالات لا تكون العاقبة حسنة في رأيي. كما ركز على أن السلطنة التركية مكسرة في أمور كثيرة في نظر الله، ويريد الله تعالى التقوى الحقيقية والطهارة الصادقة ومواساة بني البشر، بينما الأوضاع السائدة في هذه الدولة العثمانية مدعاة للدمار، فكتب توبوا لتجنوا ثمار طيبة. إذن عندما تلقى هذا النائب القنصل العثماني هذه الرسالة استشاط غضبا ونشر هذا الخبر بغيظه في جريدة نازم الهند. ومن أود أن أذكر أن هذا الرجل كما قلت رجل مادي، عندما كان في قاديان مع أنه كان ذهب لزيارة المبعوث من الله تعالى الإنسان الذي يدعي أنه الإمام المهدي والمسيح الموعود، زل في قاديان قضاء أوقاته في اللهب واللعب بلعب الشطرنج، ففقط كان يريد أن يستستر منه ما يعجبه. لكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو قال الحق ما رأى في الكشف، فهذا الإنسان نشر هذه الرسالة في الجريدة. وعندما اطلع على ذلك الناس هم ساروا ضد المسيح الموعود عليه السلام. لماذا؟ لأنه يخالف ويعارض السلطنة العثمانية. واغتنم هذه الفرصة محمد حسين البطالبي وذهب إلى الناس وقال انظروا هذا الإنسان الذي يدعي أنه الإمام المهدي هو كيف يعادي الحكومة الإسلامية، فتلاعب مع هؤلاء العواطف للمسلمين فأثار ضدة كبيرة. هنا أود أن أذكر أن هذه الدعاية السامة وهذه الصورة وهذه الأخبار الزائفة المبالغ فيها
قد نشرت في هذه الجريدة، وعندما اطلع على ذلك تأثر بها الكثيرون. فكان هناك في راولبندي رجل صالح اسمه راجا جهانداد خان، وهو كان زعيم كبير وعالم ومحترم. فهو عندما اطلع على هذا لم يقول شيئا ولم ينشر من عنده شيئا ضد حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. لكن جريدة 14 صدي القرن الرابع عشر استندت إلى بعض أقواله ونشر مقالا، فنشر هذا الخبر في مقال وأثارت ضجة ضد المسيح الموعود عليه السلام. فعندما هذه الجريدة قرأت على مسامع المسيح الموعود عليه السلام وقرأ على حضرته أنه عندما اطلع شخص على هذا ما كتبه المسيح الموعود عليه السلام عن السلطان العثماني، فجرى على لسانه يعني نشر هذا الخبر. هنا قرأ أحد الصالحين هذا الإعلان، خرج من فمه تلقائيا بيت فارسي ما تعريبه: إذا أراد الله تعالى حتك ستر أحد جعله يطعن في إرض الأطهار. ما معنى؟ يعني هو يقصد هذا الرجل أن المسيح الموعود الإسلام هو أساء إلى السلطان العثماني. عندما اطلع على ذلك المسيح الموعود الإسلام نشع في قلبه حماس خاص للدعاء على هذا الرجل الصالح، فدعا بحق هذا الرجل الذي وصف بصالح فقال: يا إلهي، إن كنت تعلم أنني كذاب ولست من عندك، وإنني كما قيل بحقي ملعون ومردود وكاذب، ولا علاقة لي بك ولا علاقة لك بي، فإنني ألتمس في حضرتك بكل تواضع أن أهلكني. وإن كنت تعلم أني من عندك ومرسل من عندك ومسيح موعود، فافضح هذا الشخص الذي ذكر في الجريدة باسم الرجل الصالح. أما إذا حضر قاضيان وتاب في الجمع العام فاعف عنه، فإنك أنت الرحيم الكريم. هذا الدعاء التمس حضرته من الله تعالى أن يستر الحكم بين سنة بدءا من 1 سبا سنة 1897 إلى 1 جوليو سنة 1898. وماذا حصل فيما بعد ذلك؟ هذا سوف نتناوله نتيجة الدعاء ونتيجة هذا الدعاء وهذه النبوءات سوف نتناولها غدا إن شاء الله العزيز. وهناك أمور كثيرة شيقة، مادة جديدة مشاهدين الأكارم لم تسمعوها من قبل، كونوا معنا لمتابعة هذا الحوار من السيرة العطرة السيرة المطهرة للخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام. بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين خيرا، وعلينا أن نكثر من الدعاء وأن نعلن بين الناس عن الحوار وأن يشتركوا بالحوار ويتابعوا الحوار حتى تعم الفائدة على الجميع، يعم السلام، يعم الأمن، لأن بدون أمن بدون سلام الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. الله سبحانه وتعالى هو السلام، والله سبحانه وتعالى جعل الكعبة مدرسة للأمن والسلام حتى يحسن الناس العبادة. فبدون طمأنينة بدون أمن لا يمكن أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. فالرجاء الدعاء والحرقة بالدعاء، لأن لا يتم لنا أي أمر إلا بالدعاء، فالتوفيق من الله عز وجل. وإن شاء الله الأستاذ شلبي تكون إن شاء الله أول المتصلين كنترول، لا تنسوا هذا وعد مني. وطبعا الدكتور راجي رياض إن شاء الله يكون معنا غدا، وسوف نتابع في هذه الأمور المهمة للغاية. بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار المباشر، جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر.